قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. النكاح والطلاق والرجعة. النكاح والطلاق والرجعة. نعم يا ابني. أستاذ، أنا الحين أعرف معنى الطلاق وأعرف معنى الرجعة، بس النكاح شنو؟ سؤال جميل. النكاح هو المسمى الشرعي لزواج الرجل بالمرأة. لزواج الرجل بالمرأة. بس أنا أستاذ للحين ما فهمت. يعني أنا أقول لك يا فلان زوجتك ابنتي، وهو يرد علي ويقول وأنا قبلت، فتصبح على هذا الأساس زوجته. لا أستاذ ما فهمت. يعني يا جاسم أنا أقول لك يا جاسم زوجتك ابنتي وأنا قبلت. قبلت؟ إيه؟ قبلت شنو؟ أتزوج بنتك؟ زوج بنتي يعني؟ إيه؟ لا 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 يا بنت طلق طلق الحين أقول لك طلق. لا أستاذ بابا مطلق. شنو مطلق بابا؟ أنا كنت أشرح لك الدرس، ما كنت قصدي أني أزوجك بنتي. أستاذ الحين أنا تزوجت بنتك على حسب شرحك لنا، وكل الصبيان في الصف الحين شهود، صح؟ صح. البركة يا جسمك تستاهل. الله يسلمك منك المال ومن هالعيال عزيز. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. بس ولا كلمة بس. وانت قاعد مكانك بعد. وانت طلق الحين طلق الحين طلق. لا أستاذ بابا مطلق. طلق زين. سمعوني الحين راح أشرح لكم موضوع الطلاق، وأبيكم تركزون في ذي الموضوع خاصة أنت. الواحد إذا بيطلق زوجته لازم يقول لها يا مريم أنت طالق. سمعتوا؟ وراح أبتدي فيك يا جاسم. يلا ريبيت ريبيت وذ مي. قول يا مريم انت طالق. يعني الحين اسم بنتك مريم؟ حي الله عمي ابو مريم. بس تدري عاد قوم المدير تعال تعال عند المدير.